إذن اليوم غتنطلق أشغال اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال بالنسبة للمؤتمر 18. هاد الدورة وهاد العمل عنده واحد القيمة كبيرة، لأن أولا ستمكننا بالطبع من تجديد هياكل الحزب، ستمكن كذلك من العمل على تغيير النخب من أجل مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس أيده الله كحزب سياسي قوي، حزب الذي يؤطر المواطنات والمواطنين، حزب قادر على تقديم الاقتراحات والمبادرات والبدائل اللازمة من أجل أولا مواكبة العمل الحكومي كحزب بالطبع مكون من الأغلبية الحكومية، والعمل على تحسين أدائها طبقا لانتظارات ديال المواطنات والمواطنين. القانون تينص على أن المجلس الوطني هو اللجنة التحضيرية، إذا أنه مباشرة بعد انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية والمكتب ديال اللجنة التحضيرية غيبدأ انتخاب رؤساء اللجان، وبطبيعة الحال التشكيل ديال اللجان اللي غتنطلق اليوم، يعني اللجان ديال المؤتمر غتنطلق اليوم، ولهذا المجلس الوطني بصفة عامة هو الرهان ديالو هو هذا رهان تنظيمي، ولكن بشكل أساسي كنعرفوا الجميع كيعرف بانه المجلس الوطني ينعقد في واحد السياق وفي واحد الظروف اللي هي وتهم على اننا ناكدوا انه الكثير من المراقبين كانوا كينتظروا على انه المؤتمر ديال الحزب او التهيئ لمؤتمر الحزب يكون في واحد الاجواء ديال الصراع وديال المواجهه وديال التوتر. اذا وهذا تبين الان بانه الحزب قدر ينتصر، يمكن نقول بانه الحزب انتصر علينا جميعا، وانه الاستقلاليين في اللحظات ديال الازمه الكبيره لانه تينتصروا للحزب وتينتصروا للتنظيم، وهذا اللي تحقق. وبلا شك التاخر ديال المؤتمر وديال المؤتمر كانت عنده ظروف، هذه الواقع، وانا كنفضل على انه يكون تاخر وتكون نتائج اللي هي وحده ديال الحزب على انه نبقاو ارثوذكسيين فيما يتعلق بالاجنده التنظيميه وتكون امور اللي هي ماشي في صالح الحزب. ايضا ما خصناش ننساو بانه عمليا في هذه الولايه واحد سنتين مشات لنا في كورونا، بمعنى انه عمليا العمل التنظيمي كان بحكم الواقع كان فيه صعوبات ديال لا عقد لقاءات لا عقد المجالس الوطنيه ولا غيرها، ورغم ذلك كان هناك استئناف ديالها عن بعد، ولكن تتعرف بانه اللقاءات عن بعد ماشي دائما كتعطي نفس الحيويه ونفس الديناميه. وهذا الدلاله ديال الاجماع ديال اللجنه التنفيذيه، ويمكن ناكد لك الاجماع ديال الحزب. احنا على كل حال المجلس الوطني والمؤتمر هو سيد نفسه فيما يتعلق بترشيح الامانه العامه، ولكن اللي يمكن ناكد لك ان هناك حاله اجماع على الامين العام، لانه الامين العام منذ تولي المسؤوليه ديالو وهو يسعى الى الحفاظ على الوحده ديال الحزب وعلى تحقيق نتائج افضل. وفي الانتخابات على كل حال بالمقارنه مع اخر انتخابات، الانتخابات الاخيره تقدم الحزب فيما يتعلق بالنتائج، وايضا الديناميه التنظيميه اللي بطبيعه الحال تاثرت بالواقع ديال كورونا، ولكن بقى التواصل ما بين المؤسسات ديال الحزب وبقى العمل ديال المؤسسات ديال الحزب. بعض الصعوبات اللي كانت بطبيعه الحال واجهناها جميع، ولكن والوصول بالحزب الى هذه المحطه ديال المجلس الوطني ومحطه ديال المؤتمر وحنا يوم واحد. وانا ما غاديش نسبق بطبيعه الحال الاشغال ديال اللجنه ديال القانون. المهم البلاغ ديال اللجنه التنفيذيه كان فيه اقتراح ديال الاخ المكاوي واللي غادي يكون رئيس اللجنه ديال القانون، ما عنديش شك في هذا، انه اللجنه ملي تجتمع ديك الساعه غادي يكون جدول الاعمال ديالها مطروح فيه القانون بصفه عامه، ولو انه في اعتقادي الشخصي على انه القضايا الاساسيه اللي محتاجها الحزب في الظرفيه في اجل انعقاد المؤتمر، تيظهر لي بانه البنيه ديال القانون كبنيه ما زالت صالحه، يعني الهيكله ديال الحزب. اذا كانت هناك بعض التفاصيل وبعض الامور اللي تيمكن لها تراجع فما لا ارى بانه كاين شي مشكل انها تطرح.